تحية لأبطال القدس، لأولاد فلسطين وصمودهم بوجه الحقد والغدر وإصرارهم على الموت فدا الوطن والتراب المقدس. هيدا نحن اللي بيرتي إيد واحدة وقلب واحد ويد الله مع الجماعة. والمطلوب من كل اللي حصلوا على ثقة أهل بيروت سواء لأول مرة أو للاستمرار بتمثيلهم أنهم يمدوا إيدهم لبعضهم خدمة للوطن وإرضاء لله والضمير. وقبل كل شيء هيدي روحية رمضان. إذا كان حدا متوقع يلاقينا متأسرين بأجواء الغضب والتجلي يلي رافقت المعركة النيابية بطمن الكل، نحن مع أهلنا منواجه التحدي بالمودة ونستقبل رمضان بالرحمة والتسامح. واجبنا كمواطنين مؤمنين سعيين لنجل أجرنا بالسماء ما يبيع فينا من مسؤوليتنا الكبيرة والحيوية على الأرض. أهل بيروت وكلوني نوب عنهم وعن سائر المواطنين بالبرلمان اللبناني. أنا اليوم نائب عن الشعب حسب هالوكالة. خصومي هن المآسي يلي حلفت يمين حرر بلدي منها. عدوي منظر إنسان فقير ومتروك عايش يومه بالخوف من بكرة. عدوي وقفة مريض عباب مستشفى ناطر الموت يحرره من الذل قدام المرض المستحكم والعلاج المستحيل. عدوي دمعة ولد جوعان عم يشحت على الطريق ما صار له ياخذ من الطفولة لحظة حلم. اليوم صار في واجب مش مسموح نهمله أو نقصر تجاهه. نعم مؤسساتنا مستمرة، مؤسسة مخزومة رح تبقى موجودة بخدمة المرضى وأصحاب المهارات العاوز مين ينميها، وأصحاب المشاريع الصغيرة اللي لازم مين يسمح لها تنتلي لتقوى وتزدهر. كلياتها بنعرف إنه في 79 نائب جديد بالمجلس، في منهم على القليلة 15 رجل أعمال نجحوا خارج البلد وعملوا إنجازات عظيمة خارج لبنان، واليوم مطلوب منهم كونه ما عندهم مصالح بداخل الدولة إنه يشتغلوا مع بعضهم فعلياً حتى نبني برنامج متكامل لمصلحة بلدنا. هون أنا بطلب من الكل، والرسالة موجهة لكل يلي انتخبوا بلبنان، نترك الماضي، نترك فترة الانتخابات اللي مرقنا فيها، لأنه بالنتيجة فينا نتفهم إنه كانت مرحلة صعبة. رمضان شهر السماح، بتمنى إنه ضلنا نمشين لقدام، نحط إيدينا بإيدين بعضنا، نسرع بتشكيلة هالحكومة، لأنه لبنان مجبور فينا كلياتنا نوقف معه، نتخطى مشاكلنا الشخصية، لأنه لبنان بيستاهل إن نكون كلياتنا مع بعض. وتحية كبيرة من خلالكم ومن خلال الشعب اللبناني بمسلميه ومسيحييه بالوقوف جانبا مع الشعب الفلسطيني الأبي المناضل الكريم هذه القرية الرمضانية التي تقوم في خلال شهر رمضان المبارك بسد جوع الجائعين وإعانة المحتاجين. فجزاك الله خيرا أستاذ فؤاد مخزومي على هذا العمل المبارك. نحن بحاجة إلى الجميع إلى العمل من أجل النهوض بالعاصمة وبوطننا لبنان. لا يمكن أن ينهض لبنان بفريق دون باقي الأفرقاء. سنبقى أصحاب الكلمة الطيبة التي تجمع ولا تفرق، سنبقى هكذا لأننا مؤتمنين على الدين ومؤتمنين على قضايا هذا الوطن.